قائدا، لقد وصلنا إلى هذه المرحلة. لم يعد بإمكانكم التحمل، لذلك أتيتم إلى الصدع، حيث الرجال يصنعون نصرهم. تذكروا، أنتم الآن مع الصدع. أهلا بكم في ملعب النار والحديد، لنرى ماذا صنعتم في مباريات الحسم، مباريات التاريخ التي تكتب أهدافها الأساطير وتحمل خسارتها إلى الأبد. حان الوقت لنرى الفرق بين رجال لا صوت لهم، وهؤلاء من يصنعون الصدى. متوفر أيضا بتقنية HD.